مريم، هل أصيبت بدواخ؟ من حقك أن تضع يدك على قلبك كلما غابت عن ناظريك، فوجودها وسط معمعة لا خيط فيها حتى يتبين أبيضه من أسوده لم يكن قرارا اختياريا لسيدة مثلها. وما ذنب مريم إلا أن غايتها سيارة أجرة تقلها إلى وجهة هي مأواها القسري في أحد أحياء العاصمة المترامية الأطراف، وما أمثالها بقليلي العدد، وما كان لهم وعينك على شوارع مدينة واكشوط. أسمع به وابصر، فما كل السيارات سيارات أجرة، وما كلهم بمنأى عن ذلك، وما كل الأسفلت للسيارات عن المارة، وما المارة عنها ببعيد. هي الدوخة ذاتها التي يغيب فيها الرصيف ويكون وسط الطريق مكمن الغاية والوسيلة التي من دونها لن يحصل صاحب الأجرة على زبنائه المربكين أمام واقع أشبه ما يكون بنظام الغاب. الوتاد كان في واحدة قايسة بيكا وقايسة كامل تخلطها بلاصة واحدة، انت قاعد ما تعرف منها، واحد يحص بيدك شاك انك يعني تركب الوتاد يقول لك نقص، انا قايس بيكا مرة يقول لك تقول له قايس عرفات يقول لك ركبتوه، بعدين يقول لك ما تتماشي ما راي تحدي معك نقص عني، يبدا يجمع لك يعني في صعوبات يعني صعبه والله. انت صعوبات مكثت لوقت ادركته اجيال ما كان لها ان تدركه وان تنوعت صوره. جعلت لنا الارض محطات كلها يقول لسان حال النقل في موريتانيا، واختر السياره التي تليك فلا تدري في ايهما البركه، يردد واقع الركاب المجبرين على الامتثال الغائب أصلا عن المجال الأكثر فوضوية على الإطلاق. نحن هون موريتاني لا، بعدين قلت لك هناك تجبر اسجي تعدل تاكسي، اسجي بعدين قلت لك هناك تجبر تعدل تاكسي، ما علمك مولانا بقاد قوته هون ما تعدل تاكسي. باصات أكل عليها الدهر وشرب هي المتوفر حتى اليوم بعد فشل أول تجربة لم تتكرر هدفت إلى تنظيم القطاع المعروف بفوضويته. ليس الحصول على وسيلة نقل هو العائق الوحيد، فبعده مطبات كثيرة قبل وصولك إلى وجهتك. ملتقيات طرق لم تعد تستوعب الكم المتنامي من وسائل النقل غير المنظم، والله وحده يعلم متى وكيف ستنجلي العتمة وينتظم السير. أحمد من سيد أحمد، واكشوط، الساحل تيفي.